بطولة كبيرة للمنتخب السعودي، هارد لك ليه، وبكل تأكيد خسرنا فريق عربي عمل بطولة جيدة جدا في مباراة الافتتاح أمام الأرجنتين ورفع السقف التوقعات قوي، وفي النهاية لم يستطع التأهل للدور الثاني. ناس كتير ممكن تبتدي تقول ان اصل المنتخب السعودي احتفل زيادة عن اللزوم قدام الارجنتين، ناس حتى ممكن تقول المنتخب السعودي كسب الارجنتين بالصدفة وبالتالي خدنا كلنا قياسات خاطئة عن الفريق الاخضر. بس انا لازلت مقتنعا يعني ان اللي حصل ده ملوش اي علاقة، او ان خروج السعودية ملوش اي علاقة بالفوز على المنتخب الارجنتيني، بمعنى ان منتخب السعودية لما كسب المنتخب الارجنتيني كسب عن حق، وكسب لانه اختار طريقة لعب هي فيها مخاطرة وفيها ريسك. المخاطرة دي زي ما كسبت قدام الارجنتين هي فشلت قدام بولندا. طب حد يسأل هل المخاطرة دي كانت لازمة؟ يعني مش كان احسن ان المنتخب السعودي يلعب قدام بولندا بشكل فيه امان اكتر؟ بصراحة لا، لان زي ما شفنا مثلا المنتخب التونسي يوم ما لعب قدام استراليا بتأمين زايد عن الحد كانت النتيجة ايه؟ برضو اتغلب. انت بتختار الريسك اللي يناسبك، واحنا كعرب مش جايين نكسب كاس العالم، احنا جايين نعمل لقطة جيدة في كاس العالم، عشان كده اتبسطنا المنتخب السعودي قدام بولندا حتى هو بيخسر وهو بيعمل الريسك بتاعه وبيلعب ند للند. امام المكسيك بقى واضح ان البترول خلص، والبترول خلص، البنزين خلص بتاع المنتخب السعودي في الوقت اللي بيواجه فيه واحد من اقوى المنتخبات على المستوى البدني في كاس العالم. المنتخب المكسيكي عنده إرث في كأس العالم دايما انه من اكتر المنتخبات المزعجة في الجري، من اكتر المعدلات البدنية المرتفعة. علشان كده تحية للمنتخب السعودي على مشاركته في كأس العالم، ننتظر منه كأس او البناء على ما تحقق في كأس العالم ده. بالتأكيد هي مشاركة كانت افضل بكتير من مشاركته في 2018، ونسأل التوفيق للكرة العربية في المنتخب المغربي.